مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومثل العاده البدايه دائما مع المعلومه. بمعلومتنا اليوم، مكتب شؤون مدينة رفيق الحريري الجامعية الحدث أصدر بيان مدت فيه فترة استقبال طلبات الاستفادة من الإقامة في وحدات السكن للطلاب للعام الجامعي 2019-2020 حتى الأربعاء 31 تموز 2019. ولفت المكتب إلى أنه بالإمكان تقديم الطلبات أونلاين على الموقع الإلكتروني luc.ul.edu.lb من دون مستند طبعاً يثبت التسجيل في إحدى كليات الجامعة اللبنانية، ومن دون أي وثيقة ترشيح، وخصوصاً للطلاب المرشحين إلى مباراة الطب العام وطب الأسنان والصيدلة اللي بإمكانهم تقديم الطلب على أساس كمرشح، وبتضم المستندات إلى أو باليد حتى الساعة إلى السكان أو باليد حتى الساعة 3:30 من عصر الأربعاء. وطبعاً فيكم كمان تقدموا طلبات عبر مكاتب الليبون بوست. باتصالاتنا لليوم دايماً على 04-444-444 بأخذ أول اتصال. ألو؟ ألو؟ ألو، مرحبا. أهلا، مرحبا. بدي أحكي عن موضوع بيئي بقضاء صغرتة. إيه، عن الكب الفوارة؟ لا، يلا شو في شي تاني؟ في عنا نهر مارق بقلب الضياع، ببلش من عشيش، نعم، مريوطة أردي، حرف أردي، بيمرق بكفرد ليقوس، رشعين. أوكي. يعني بيحكوا عن الليطانة، يا محلى الليطانة. عندك آلاف الأمتار بتشرب منه ميته سودة، عم نول مثل هالأيام، لزموه لشركة، عملوه معه شهرين رجع راح، فيجوا يصلحوا ما حدا عم يجي يصلحوا. يعني في مجرير نازله فيه للمنطقه. شو مجرير؟ شو بدي اقول لك، مجرير وشي صناعي وشي كذا. بتمنى عليكم اذا كان فيكم تيجوا حدا يصور. نعم. اذا حدا يصور بتشوفي شو 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 هالكرسي البيئيه، يعني للي طوني لمين يجيب خبره. يعني نحن إذا بدنا نصور منصور وين؟ بأردي أو بحشاء؟ بأردي. أنا ببتيجوا لعنا ببعطيكن الرقم، بتبلشوا من منطقة من أردي، عشيش، المحل اللي بدك. أوكي. بياخذك عليكي، ما بتنزلي، بوقفك على الطريق وبتصوري. هلا أعطي رقمك لدوريس، بتاخذه منك تحت الهواء وبنتواصل نحن وياك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال؟ نعم. بدي اخذ اتصال ثاني، اعطي رقمك لدوريس. هلا هي بتحكيك. أوكي. هي بتحكيك. الو، اتصال اخر. الو، اوكي سيد دوريس، تفضل تفضل. لا، معي انا حضرتك. اوكي 71. لا هلا عم تحكي معي، فكرتك انه هلا اتصال جديد مع حضرتك. تفضل، انا عم بحكي على المتصل قبلك مسيو. تفضل. الو، بونجور. بونجور، شو عندك مسيو؟ شو عندك؟ تفضل، عم بسمعك. اوكي، معك سامي كليب من العابره شيا الوردي. اهلا فيك. اوكي، انا عندي بدي حضرتكم دولي على موضوع، في شخص بتضيع عنا اسمه فؤاد حمود، عم يعمل مجزي ثلاث بلوكات اي بي سي، وكل بلوك بيتالف من طابقين، وكل طابق 1000 متر. نحن عندنا دعوة بمجلس الشورى تحت رقم 23576 على 2019 الغرفة الخامسة، وعندنا كمان دعوة بوزارة البيئة 384 على 2019. نحن طالبين من حضرتكم تطوعوا هذا الموضوع، وبعد ما في بلد بلبنان بيرضوا يفتحوا مزرعة دواجن بين الأماكن السكنية. وشكرا لكم. مسيو كليب، اكيد الامور لما بتصير بيد القضاء اللبناني بننطر اكيد مجلس الشورى رايه اللي رح يعطيه، ونحن بنشوف مع وزاره البيئه اذا طلعوا كشفوا اذا في اثر بيئي، اذا قريب عن السكن، اذا منطقه مصنفه صناعيه او زراعيه او شيء. لا، بلدنا صغيره استثناء، نحن ضيعتنا صغيره، يعني منا مصنفه زراعيه ابدا، نحن منا منطقتنا سكنيه. نعم. يعني كلها وخراج كثير صغير، يعني منا منطقه كبيره، وهي بين البيوت. يعني انا اذا بتعطيني حضرتك
التليفون هلا ببعث لك الصور وببعث لك كل الاستفادة. بتمنى بتمنى. هلا دوريس بتاخذك تحت الهواء بتقول لك اي طريقه كيف يعني اجمالا. نحن فيك تبعث لنا على فيسبوك الحل عنا عم نحطها على الشاشه اذا امامك الشاشه هلا الحل عنا ام تي في وفيك تبعث لنا الصور وكل شيء. اهلا وسهلا فيك استاذ سامي. بموضوع تصفيه تنورين يعني الحقيقه لما طلع دكتور منير ترباي اللي كان هو رئيس اسبق للبلديه وحكي انه عن الكاميونات والطريق والتصفيه وضروره واول الصيف وهيك بشكر اكيد شركه معوض قدي يلي زفته لحد بيته بس بقي من بيته للتنورين الفوق وكأن كانت واسطة له لأن نحن تدخلنا. لا نحن بالعكس أنا ما فينا نحن ما تدخلنا نقول إنه لهالبيت ومش الضيعة لا إطلاقا إطلاقا ما في عنا هالفكرة. نحن منقول هيدي طريق بدها تصفيت لأنه الناس عم تطلع الصيفية ومسافات طويلة وصار بدها تصفيت لأنه انتهت الأعمال وعلى تراب يعني ما في واحد لا يفتح شباك ولا شيء. اللي عرفته اليوم من دكتور منير انه بلش الزفت للضيعة وانا بدي اقول مبروك اكيد لتنورين شكرا لجورج معوض قدي يلي دغري هن عم متعهدين يلي عم بيكملوا الطريق بالزفت وبعدنا باول الصيفية ومنلحق. منتابع معكم اكيد الاتصالات. الو الو اهلا مرحبا مدام ربيكا. مرحبا يعطيك العافية. اهلا تحية اليك ولأسرة الام تي في. شكرا. بدي ألفت نظر حضرتك انه بخصوص محلات الأقمار المنتشره بالمتن وبجوني بشكل فاضح نعم واللي عم تتسبب بخراب بيوت الناس والشباب اللي بيطلعوا من المهنيه بالدكوانه بفوتوا على محلات الفيديو بوكر بشي منظر بخوف ومرعب. الجيل المسيحي كله عم ينتزع لا في مني حاسب ولا في مني طالب ومجلس الوزراء عطى قرار انه بس يقروا الموازنة رح يبادروا باقفالها لانه هي محصورة بكازينو لبنان حصرا. نعم منتشرة مثل علبة دخان وين ما كان بفوت قال للتسلية ما في شيء اسمه تسلية. شاب عم بيخبرني قال لي حاطي 300 ألف ليرة بساعة. يعني تصوري هالمصيبة اللي منتشرة. أول شيء عم ينزعوا الشباب وصبايا الصبايا أكثر من الشباب. لأقول لك شغلة إذا عم تحكي عن الدكوانة يعني ما في الدكوانة وغير الدكوانة مدام ربيكا الدكوانة وغير الدكوانة بالمتن وجوني وين ما كان ما في إلا بمناطقنا المسيحية بس. طيب خليك شغلة. أول شيء بالدكوانة عمل حملة طويلة عريضة وقامت الدنيا وما قعدت كيف رئيس البلدية عمل حملة ليحمي هالشباب خصوصا الصغار بالعمر بالنسبة للمتن ببقية المناطق وبكسروان. هلا أنا بتمنى على معالي وزيرة الداخلية أكيد إذا بيوصل لها شكوى رسمية أكيد رح تتحرك ما رح تقبل بهذا الموضوع. اسمحي لي بعد كلمة إذا سمحتي. نعم تفضل. هيدا القرار مجلس الوزراء اللي طلع نحن على كل حال ما في قرار بيطلعوا بنفسه. نعم هيدا القرار طلع مجلس وزراء وناشد حتى مدير عام كازينو لبنان. نعم انه هيدا الشيء صار كذا شكوى من كازينو لبنان باقفالها لانه هي محصوره وبتاثر على الاقتصاد الوطني وانه عم بيناشدوا انه ما في مصاري وهدر وما هدر. طيب اوكي احصروها بكازينو لبنان ساعتها ما حدا بيقدر يطلع من الشباب الاولاد المدارس لهديك مطارح هونيك اللي معهم مصاري بيروح بس هون خربوا بيوت العالم حتى يعني فرضاً بفوت على صالة اقمار ما بيجوز. يا استاذ فرضا ما بدهم يقطعوا بارزاق حدا وعاطينهم رخص هيدي منا ارزاق هيدا بيت الشيطان. مفروض هيدا بيت الشيطان يا مدام ربيكا مش منزق مش ارزاق هيدي بيت شيطاني. هيدا مفروض حدا يراقب مين عم بفوت لهونيك ويتسكر دغري يعني ما بدها شيء. اذا الدوله بتحزم امرها وبتروح بتكشف وبتعمل كبسات بتقدر تعرف شو عم بيصير بهالمحلات هول بكل بساطه. ان شاء الله معالي وزيره الداخليه والبلديات ريا الحسن بتحسم هذا الموضوع واكيد يعني اكيد طلبات الناس بهالمناطق هيدي خصوصا السكنيه وللشباب وللصغار بالعمر يعني مش 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 مش, مش شرعيه. اذا بدي اقول باخذ اتصال ثاني. الو 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 مرحبا مرحبا صباح الخير. بونجور بونجور مدام ربيكا. نعم ايه انا بدي احكي بس شوي بدي ادوح على المسيات وعلى الزباله في المناطق كلها بلبنان عم تصير مكبات عشوائيه بكل المناطق اللبنانيه. نعم المفروض لازم يضحوا اللبنانيه مثل ما عندك فرنسا واوروبا لما طلعوا من الحرب العالميه الثانيه. نعم لازم يعملوا يعني متطوعين ينزلوا كل واحد لو بيشتري ساعه ساعتين بلاش على الاراضي اللبنانيه بالنسبه للنسيات بالنسبه لكل شيء يعني يكون مضبوط
ينزلوا على الارض بحيث كل واحد مثلا يعمل جمعيات بكل منطقه ياخذوا الناس اللي مش عم تشتغل قاعده بالبيت، تنزل على المناطق بالغابات اللي كنا على الانهار على هذا، وانتم كمان التلفزيون الام تي في وغير الام تي في لازم يكون فيه مش بس فيه اللي بنكون فيه برامج عن الاخلاق والتربيه واللي لألك شغله استاذ، لألك شغله هيدي تنزل على الارض بحلك شيء، هيدي التربية المدنية. أنا عم بسمعك، عرفت شو بدك تقلي، بس بدي لك شغلة، كل الـ NGOs والجمعيات المدنية والأهلية وكلها ما عم تترك مكان، ما عم بتنظف الشط اللبناني، كل سنة بننظفه مرتين وثلاثة وبنرجع كل سنة مليئة أكثر من سنة. بدها ثقافة، أول شيء النظافة، اثنين موضوع النفايات، ما موضوع مين بده يلم النفايات، موضوع كيف بدنا نعالج النفايات. في شركات اليوم عم بتلم النفايات، في شركات عم تفرز، بس مفروض يكون في رقابة على الأنهر من قبل البلديات أو وزارة البيئة. مفروض كمان أنه نعرف شو الحل الجذري للموضوع. طيب فرزنا من المصدر، إجا الكاميون لم، بيطلعوا الناس بيلاقوا خلط المفروز بمش مفروز، هون بيبطلوا يفرزوا. هيدي أول خطة غلط. تاني شغلة، طيب وين بناخدهم؟ إذا الدولة مش محددة أماكن وطريقة للمعالجة، عم بيروحوا على هالوديان وعلى هالمناطق لا حسيب ولا رقيب. هيدا المشكلة، المشكلة مش مين بده يفرز مين بده ينظف، كلنا بننزل بننظف، بس بقى نعرف وين بدنا نروح فيهم، كيف بدنا نعالجهم. هاي المشكلة بلبنان. والمشكلة الأهم هي نحن قد ما فينا نخفف استهلاك، قد ما فينا كمان نحافظ على الطريق وعلى النهر وعلى، يعني هيدي كل لبناني بحب وطنه وبده ينظيف. يعني ما فينا نحن نسمح لنفسنا كيف ما برمنا من الشباك من هيدا، ما بيصير. ما عم بعطي اليوم دروس أخلاق، بس عم بقول نحن كمان علينا مسؤولية كتير كبيرة بهذا الموضوع. عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الـ MTV، وخلال البريك اتصل فيه أحد الأشخاص بيقول لي طفلة عمرها 8 سنوات عندها عملية ضرورية بالقلب، عم تتأجل العملية من سنة لليوم، اتصلوا بالمستشفى أول تمبارح حتى يحجزوا تخت، بعد اللي عم بيقولوا لهم ما في تخت على حساب وزارة الصحة. وحكيمتها لأنه بهيدي المستشفى من هيك رافضة تعملها العملية بغير مستشفى. يعني المستشفى من سنة ما قدر حجز لها تخت، وخايفانة طبعاً طبيبتها إنه ما تعمل جلطات، لأنه على حساب وزارة الصحة ما عم بفوتوها. لو كانت على يعني عندها تأمين أو عندها أي شيء كانوا لقيوا لها تخت، بس لأنه طفلة عمرها 8 سنوات معرضة لجلطات ما عم تدخل، ما عم بيلاقوا لها تخت بمستشفى ببيروت. فأنا بتوجه لمعالي وزير الصحة إنه اليوم بتموت مريضة لأنه أهلها على حساب وزارة الصحة ما قادرين يحكموها لأنه ما عندهم لا أسيرانس ولا تعاونية ولا ضمان ولا أي تغطية. هذا سؤال برسم المعنيين، خصوصا معالي وزير الصحة. بكل الحالات من بعد ما أطلع من الاستوديو أو إذا هلأ في حدا من مكتب معالي الوزير في يتواصل معنا بنعطيه كل التفاصيل، بس ما بيجوز نترك أطفال أو مرضى سنة ما يقدروا يعملوا عملية أو يدخلوا مستشفى لأنه ما في تخت. هذا شيء مش مقبول بلبنان، خصوصا أنه عملية حرجة، يعني البنت معرضة لجلطات. كملوا بأخذ اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا تفضل. مدام ريبيكا. نعم تفضل. معك فادي أنطون. نعم. مسيطة بلاط جبال. إيه أهلين. إيه بدي أحكيك بخصوص المي. نعم. إيه على أساس إنه هي بتجي يوم إيه يوم لا، يوم إيه يوم لا، ما عم تجي لا يوم إيه ولا يوم كيف ولا يوم لا. اليوم أنا حكيتهم. نعم. بشركة المي. ساعة بيقولوا لي في عطل، إنه كل جمعة جمعتين في عطل. بس بليز لانه انا عبرك انت وزعتكم. بس انا بدي اسالك سؤال، يعني هلا قديش لها مقطوعه؟ هلا كل جمعتين. هلا هلا كل جمعه ما بتجي. ما بتجي. هلا في عندكم مي ولا لا؟ لا ما في مي. ما في مي من اي متى؟ من نهار السبت. من السبت لهلا بعد ما اجت ابدا؟ ما اجت المي ابدا ابدا ابدا. اوكي. ما في يعني في هول بنايتين حدا بعضهم هو العيار 1954. اوكي. ما عم تجي، اليوم حكيتهم قال بنشوف مش يعطينا رقمك بنحكيك. ايه. عن جد كارثه. ايه اكيد. هلا حكيتهم؟ اعطيت رقمك؟
ايه اعطيتهم رقمي وما حكوني بعد لهلا يعني. اوكي هلا دائما بتحكيهم ما بيحكوكي. هلا اذا في عطل اكيد لازم يعملوا بيان لانه هيدي مي، خصوصا اذا كان العطل اكثر من يومين. اذا بده انك الجمعتين ثلاثه فيهم في عطل عندهم. اوكي طيب غريب غريب. خليني اشوف يعني اليوم جمعه ان شاء الله بعد لحق حدا منهم. خليني اشوف. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو تفضل تفضل. يعطلون لنا اياهم شو هن جايين يخربوا لنا بيتنا بقى صغري. بشو بده يخربوا لك بيتك؟ بالكهرباء؟ الو مسيو. الو مين بده يخرب لك بيتك بالكهرباء؟ شو القصة؟ يا عيوني الوزير عطى أمر إنه بده يلموا كل شهر، كانوا كل شهرين يلموا. نعم. هلأني كل شهر عم بيلموا، هذا أولا. فواتير ال... نعم. عم ندفع من 2017. يعني عم ندفع من شهر لآخر لأنه ما كانش شيء يلموا فواتير. وين بأي منطقة أنت؟ منطقة بعبدة. بعبدة. يعني هلأ عم يجوا ياخذوا شهر شهر عن 2017؟ عم بياخذوا شهر كل أول شهر عم يجوا بياخذوا شهرين. شهرين كل أول شهر عم يجوا بياخذوا شهرين. أوكي من 2017 إيه؟ يعني أنتم مش قادرين تدفعوا شهرين مع بعضهم، والخطأ مش من عندكم، خطأ من الكهرباء لأنه بوقتها بال 2017 ما طلع الجيب. هلا دي عم ياخذوا كل شهر يا عيني. فهمت عليك، عم ياخذوا كل شهر فاتورتين عن شهرين 2017. لا يا عيني انتو... لا يا عيني لا قلي. يلا الو. يلا قلي عم بسمعك تفضل. 2017 ما لموا ولا فاتورة. لا 2017 ما لموا ولا فاتورة، هلا عم بلمون. عيني قالوا ثلاث سنين ما اجوا لموا ولا اخذوا عددات، هلا عم بيبعثوا لنا اياها عشوائي. عم بي يلمون هلا وبيبعثوا لنا اياهم عشوائي. عشوائي يعني مره شهرين مره شهر مره ثلاث اشهر مع بعضهم هيك عشوائي؟ كيف عشوائي؟ شو بتقصد بعشوائي؟ بأول الشهر. دائما بيجوا أول الشهر وأنتوا بكون بعد قبضي. أول الشهر إجوا قبضوا. نعم. $100. أوكي. نعم. نعم نعم. إجوا دفعوا. وامبارح إجوا جابوا لنا ليقبضوا. لاثنين الشهر جاي. نعم. اوكي انا رح شوف مع كهرباء لبنان موضوع بعبده. تاخير كلنا بنعرف بسبب مقدم الخدمات يلي توقف فتره ورجع بعدين جددوا له، بس هذا مش ذنب المواطن يصالوا عشوائيا وعده اشهر بفاتور يعني فرد مره. خليني اشوف الموضوع كيف ممكن يتسهل عليكم وبخبرك. صورة اليوم نشوفها سوا. مدينة جبيل، أنا يعني مثل ما قلت دايماً مع نهاية أسبوع صورة اليوم بتكون عن مدن من مدن لبنان أو قرية من قرى لبنان يلي زاخرة هلأ بالنشاطات والمهرجانات. يعني ما في قرية اللي عم تحاول يا البلدية يا لجنة مهرجانات إلا ما عم تدخل فرح فيها وعم بتجيب كمان ناس عليها إضافة لأهلها يعني أصدقائهم قريبهم. وهيدا هو لبنان، بدنا نشجع كتير السياحة الداخلية وبدنا نشجع كمان نتعرف على بلدنا. وهلأ عنا 200 شاب وصبية جايين من كل دول العالم يتعرفوا على جذورهم، عم يبرموا لبنان. مشكور طبعاً الجامعة الثقافية في العالم يلي كل سنة عم بتجيب هالشباب بيجوا عم بيزوروا المناطق والمحافظات. نحن بنقول لهم إن شاء الله تنبسطوا وتاخدوا أكيد ذكرى حلوة وترجعوا على بلدكم اللي هو أساس جذوركم. بعطيكم موعد طبعاً نهار التنين، مع بتمنى لكم أكيد نهاية أسبوع مريحة وحلوة. إلى اللقاء.